من كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد ستية، ومعنا من موسكو أيضا مراسلنا سعد خلف. نبدأ معك إياد من كييف. اليوم التطورات الميدانية ليست فقط في الشرق الروسي، هناك تطورات أيضا في لفيف وفي كييف، دعنا في مجملها. نعم رويدة، لعل الأحداث التي شهدتها المناطق مختلف المناطق الأوكرانية صباح اليوم هي من كانت المشهد الذي طغى في ما بين على الأحداث الجارية في الجبهة الشرقية. صباح اليوم تعرضت عديد المقاطعات في أوكرانيا هنا لهجوم صاروخي وهجوم بالمسيرات الإيرانية كما يقول الجانب الأوكراني. في لفيف كانت الإدارة العسكرية أعلنت مقتل 5 أشخاص جراء القصف الروسي. صاروخ قد سقط على منطقة سكنية وتحديدا في منطقة زلوتشيف في مقاطعة لفيف. هنا في العاصمة كييف كان عمدة المدينة أعلن وقوع انفجارين في العاصمة في حيين، حي هلاسيفسكي حيث أصاب صاروخ منشأة للطاقة في هذه المنطقة، وأيضا كان هناك انفجار في حي شيفشينكوفسكي أيضا في داخل العاصمة. أسفرت هذه الانفجارات عن إصابة 3 أشخاص وهم من كوادر الإسعاف. أيضا في مناطق أخرى منها مقاطعة زاباريجيا كانت الإدارة العسكرية أعلنت عن سقوط 5 صواريخ على أو استهداف 5 صواريخ لإحدى منشآت الطاقة في هذه المنطقة. في أوديسا وميكالايف أيضا كان هناك استهداف من قبل القوات الروسية بالصواريخ لمنشآت الطاقة وأعلن على إثرها انقطاع للتيار الكهربائي. في مدينة خاركيف أو في مقاطعة خاركيف تحديدا هناك 15 صاروخا أعلن عنها عمدة المدينة روسية قد استهدفت إحدى منشآت الطاقة في هذه المقاطعة. 11 صاروخا قال بأنها أيضا سقطت على المدينة ذاتها. هناك معاناة في خاركيف من انقطاع التيار الكهربائي وأيضا انقطاع إمدادات المياه والتدفئة في هذه المنطقة. في دنيبروبيتروفسك كانت الإدارة العسكرية أعلنت مقتل شخص وإصابة شخصين أو مدنيين آخرين جراء القصف الصاروخي على بلدات كريفيريه نعم. ونوفا بافلر وأيضا مدينة نوفا بافلت ومدينة كريفيري في هذه المقاطعة. أيضا هناك كان استهداف لإحدى منشآت الطاقة في مقاطعة كيرفاهراد وتحديدا نعم. في بلدة كرابافينيتسكي. هذه يعني إحدى المنشآت قد تعرضت للقصف في هذه المقاطعة. لعل هذه الأحداث أو الهجوم الصاروخي الذي حدث صباح اليوم أو الذي استهدف العديد من منشآت الطاقة في مختلف المناطق الأوكرانية هو قد طغى على العمليات القتالية الجارية في الشرق الأوكراني. ومع ذلك كان بيان الأركان العامة أكد أن محور باخموت الأبرز نعم. لا تزال القوات الأوكرانية تحافظ على بعض المواقع مع 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 يعني يقول مع ما يقوله نعم. معهد الدراسة الحرب الأمريكي من أن القوات الروسية باتت تسيطر على نصف مساحة هذه المدينة. نعم. نعم رويد. نذهب